حب فرهاد وأصلي هو حب أكثر من مستحيل، مثل الحب بين النار والبحر، أو بين الشمس والقمر، أو بين اللون الأبيض والأسود. بس القمر مستحيل يلتقي مع الشمس، والثلج مستحيل يقدر يعيش مع النار، واللون الأبيض ما بيتحمل ظلام الأسود. وفرهاد كمان ممكن يعمل أي شيء إلا أنه يلتقي بشيرين. أحياناً الحب بيصير من المستحيلات، بيصير لهيب وقت يبعد الحبيب، وبيحرق كل شيء كرمال دقيقة لقاء، وقت بيصير اللقاء بيضل عم يحرقنا. صعب كتير نقدر نتحكم بالحب، حتى ممكن إنه نعشق السجن اللي محبوسين فيه ونغني للحب.